أقيم على مسرح مركز ريتش ميكس للفنون في مدينة لندن عرض مسرحي بعنوان عندي اسمان. العرض يسلط الضوء على المعاناة التي يواجهها فلسطينيو المهجر إن أرادوا زيارة فلسطين والعراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي لمنعهم من دخول الأراضي الفلسطينية. الزميل بشار طلال حضر العرض وأعد لنا التقرير التالي. العرض المسرحي اللي عم نعمله اليوم اسمه عندي اسمين او I have two names بالانجليزي، وهذا اجل من الاسم جبناه من شعر محمود درويش، وبيحكي عن شخصية فلسطينية وصار لفترة عايش بلندن ومجنس بريطاني، والسبب اللي هو اجى على لندن علشان ياخذ الجنسيه الاوروبيه والجنسيه البريطانيه عشان يقدر يعيش ويسافر بالشرق الاوسط. فاحنا بنطلع على المفارقه هون انه هو بده جنسيه اوروبيه عشان يعيش بالشرق الاوسط ببلاده يعني. We are divided into refugees and non-refugees into Gaza and the West Bank, East Jerusalem and Israeli Arabs or 48. What if I don't want that name? I don't know a single Palestinian who calls themselves Israeli Arab. ولكن بضل هذا في عنده نوع من التحدي هون انه هو ما في منه يدخل فلسطين لانه هو اصلا فلسطيني، واسرائيل بتمنع من اصول فلسطينيه يدخلوا فلسطين وحتى لو معهم جنسيات اوروبيه. فبصير المشكله في العرض هون بتتطور او في المسرحيه بتتطور بسبب انه هاي الشخصيه اسمه سالم بيكون اصحابه الاوروبيين بصيروا يسافروا على فلسطين، يروحوا على القدس، يروحوا يصلوا، يروحوا لاسباب سياحيه ودينيه او غير هيك، وهو ما في منه يروح. وتتجه الجهود الى بناء صرح شامخ للسلام بدلا من بناء القلاع والمخابئ المحصنه لصواريخ الدمار. المسرحيه حيكون فيها الرقص والحركه والتمثيل، عندك الرقص المعاصر وخلطناه بدبكه، أو حيكون لوحات معبئة يعني. The message was very powerful. أعتقد أن العرض يمثل رسالة قوية وواضحة بالرغم من أنها قصة شخصية، إلا أنها تمثل معاناة كثير من الناس وهي معاناة غير مرئية ولم يسلط الضوء عليها سابقا كفاية. In terms of subject, I thought it was absolutely. المسرحية تتناول موضوعا مهما جدا. أنا شخصيا أمضيت شهرين في تل أبيب وأعرف جيدا كيف يتعاملون مع المسافرين وطبيعة الإجراءات الأمنية في المطار حتى في المغادرة. أعتقد أن المسرحية جسدت الموضوع بحرفية وبشكل حقيقي. وينضم إلينا في الاستوديو أحمد نجار المخرج المسرحي الفلسطيني ومخرج عندي اسمان. مساء الخير أحمد، أهلا وسهلا فيك. عندي اسمان قلت مأخوذة من محمود درويش، صحيح، بس أي عن أي اسمين عم تحكي بالضبط؟ أو بحكي عن شخصية سالم اللي بالمسرحية، اللي هي سالم بيحس هو عايش بلندن وهو فلسطيني بريطاني، فبتحكي عن اسمه اللي هو موجود ببريطانيا لأنه هو قدر استطاع أنه يعيش ويتأقلم مع الوضع في بريطانيا، بس ما زال عنده طبعا الإحساس لجذوره وأصوله اللي هي الفلسطينية، وهذه كان فهذه الإحساس لجذوره الفلسطينية أجت من كانت إحساس حلو بس انقلبت لإحساس
مر ممكن تحكي أو إحساس سيء بالنسبة له لأنه هو ما بيقدر يروح نعم. على فلسطين نعم. فمن هنا أجل اسم ايه. اسمه في لندن واسمه في فلسطين. وهذا اللي شفناه بالتقرير هل المسرحية فيها منك عنك شوي؟ فيها عني شوي فيها يعني من جزء من من حياتي بس كمان فيها جزء من أو تشمل على أجزاء من ناس أنا بعرفها أصدقاء لي هون بلندن هم فلسطينيين وبيعانوا من نفس المشكلة اللي هي إنه هم بيكونوا أصحابهم الأوروبيين وحتى في منهم متجوزين أوروبيين وفي منهم يروحوا على فلسطين ولكن هم نفسهم ما في منهم يروحوا على فلسطين فبتصبح الإشي كتير بالنسبة للحالة النفسية عندهم كتير سيء أو كتير نوعا ما إنه بتأثر على شخص بتأثر على شخصيتهم لأنه بيكون كل أصحابه في منهم يروحوا على فلسطين وفي منهم بشكل بسيط جدا طبعا انت عم تحكي عن صعوبات الدخول الى فلسطين عن صعوبة الدخول الى فلسطين بسبب قوى الاحتلال الاسرائيلي صحيح ماذا عن جانب اخر ربما اللي هو صعوبة دخولها بسبب ايضا الفلسطينيين انفسهم الذين اليوم يعني خاصة في الخارج كثير منهم ميال لتخوين الفلسطيني الذي يزور أرضه ويعتبروه مع التطبيع هو أجت المسألة هون إنه في المسرحية بتركز على قدرة الفلسطيني على السفر على بلده نعم. اللي هي مجرد سواء إنها كانت مسمية إسرائيل أو فلسطين ولكن قدرة الشخص نفسه على إنه يسافر على هاي المنطقة في العالم وهاي المنطقة اللي هو بينتمي إلها وأهله موجودين فيها صعبة ومش مسموحة كمان أبدا بتاتا يعني حتى إذا أنت كنت من أصول فلسطينية أو عندك هوية فلسطينية حتى لو كان عندك أي جواز آخر ما في منك تدخلي لا. الأراضي الفلسطينية أو الأراضي المحتلة أو إسرائيل ما في منك تدخلي أي من هذه الأماكن وحتى الأراضي ربما أنت طرحت فكرة كتير مهمة اللي هي الدخول إلى البلدان العربية يلي حاملة القضية الفلسطينية صحيح. ودايرة فيها منذ عشرات السنين وأنه هي البلدان الممانعة خليني أقول والمقاومة التي ستحرر فلسطين وكل البدر العربية بتمر إلى القدس عرف الطريق إلى القدس بيمر منه ومع ذلك ما عندكم قدرة تدخلوا له هذا كلام كتير جيد يعني في المسرحية بتحكي عن نقطة مهمة اللي هو مش بس كمان الشباب الفلسطينيين اللي بيعانوا منها كمان جميع العرب بيعانوا من هاي النقطة ولكن بالخاصة للفلسطينيين بيعانوا منها بشكل أكبر لأنه المسرحية كمان اطلعت على نقطة إنه إذا أنت من الدول العربية وبدك تعيش بالوطن العربي أنت بتكون أفضل بجواز أوروبي صحيح. مش بجواز عربي يعني إذا يعني معك جواز فيك أكثر كبريطاني أو فرنسي بالضبط بتكون أنت مرحب فيك أكثر وبتكون أنت في منك تسافر على جميع الدول العربية من غير أي فيزا أو من غير أي إعاقات ولكن مجرد أنك أنت كان عندك الجنسية العربية بصير عندك الإعاقات في موجود أمامك أنك تسافر على أي من هذه الدول العربية وإذا أنت كنت فلسطيني طبعا على أسوأ وأسوأ الفلسطيني بالجواز الفلسطيني صعب جدا يدخل أي من الدول العربية أنا زمان قد ايه مشتاق لهالعراقيل بالدخول والله بدك الصراحة مش مشتاق لها أبدا بس يعني إنه بحس بالمعاناة يعني أنا طبعا مريت بالمعاناة هذه إنه أنت عشانك بس فلسطيني بيصير نوع من العنصرية ضدك أو نوع من الإعاقة أمامك إنك تدخل مع إنه أنت بتحس إنه إحساسك بيكون إنه أنت إلك الأحقية في هاي المنطقة في هذا الإقليم أكثر من الأوروبي لأنك أنت من هذا الإقليم صحيح. أحمد ليه اخترت ممثلين أجانب وليس ممثلين فلسطينيين وبلندن أكيد في جالية فلسطينية واسعة خليني أقول يعني شريحة كبيرة وأيضا منهم فنانين وممثلين صحيح في كتير في لندن الفلسطينيين ممثلين وعندهم القدرات ولكن احنا لما عملنا المقابلة وعملنا الإعلان عن الشغل هذا في المسرح
ركزنا على القدرات الفنية والقدرات الرقص عند الشخصيات اللي بدهم يكونوا يمثلوا معنا. وطبعا في كان حتى بالشورت ليست في كان فلسطينية، ولكن الشخصيات الأخرى أبدت كانت قدرة أكتر. وين عملتوا الإعلان؟ كنت قدمت أنا بس ما راح علي. راح عليك خلاص المرة الجاية بحكي لك. على الفيسبوك وعلى في على الفيسبوك طبعا، وفي على في اللي هو بلاتفورم موجود للارتست بلندن للممثلين وطبعا هو ناطق بالإنجليزي العرض هو موجه بالإنجليزي. لجمهور انجليزي صحيح او أكثر. اجنبي او يعني هو في له ثلاث اجزاء يعني المسرح، ممكن الفلسطيني او العربي يحس بالعرض هذا، بيكون بيحس بتعاطف اتجاه سالم اللي هو الشخصيه الفلسطينيه فيه. في شخصيه ثانيه في العرض هي شخصيه بريطانيه اللي هي ساره. في ناس حسوا بتعاطف مع ساره، أو في ديفيد كمان بالعرض، وفي ناس حسب تعاطف مع ديفيد، وديفيد كمان شاب إنجليزي. فكانت يعني حاوية بعد ما خلصنا بعد ما المسرحية خلصت، عملنا نقاش بعديها، فالكل كان بيسأل أسئلة حسب ما هم كيف حسوا بالعرض. فأكثر الناس اللي مش عرب بالمسرحية كانوا بيسألوا عن شخصية سارة أو شخصية ديفيد، والناس الفلسطينيين والعرب كانوا كتير بيسألوا عن الأحساس والعواطف تبعت سالم كيف. فكان من هذه الناحية كانت كتير في يعني اهتمام من كلا الطرفين، لأنه بين كمان الاحتكاك ما بين الطرفين، وكيف أنه ممكن لو في مشكلة معينة اللي هو ما بين سالم وصديقته، أن هي بتروح على فلسطين وهو ما يكون قادر قادر يروح على فلسطين. فهي بس هي بدها اياه يروح على فلسطين، فمتعاطفه معاه بس مش قادره كيف تساعده، وهو بالنسبه له هو بده اياها تروح على فلسطين، بس كمان بحس بالغيره طبعا انه هي عم بتروح لازم يقتلها قبل ما تروح على فلسطين. على بقول لها عجزتي ما تروح على فلسطين. احمد شكرا جزيلا. احمد نجار اذا المخرج الفلسطيني، وبانتظار المسرحيات المقبله. شكرا لك كثير.